optimistic cynic. Shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معكم محترف جيمز وسون مقطع جديد لكم ريسورس باك تيم اجنايت. فيب طبعا ريسورس باك مرة خرافي, ريسورس باك يدعم 1.8 فيب نفس ما تشوفون قفل هات تكسر حقه موجود كل شيء. وهذا الجي او اي مرة يعني ريسورس باك انصحكم فيه, انا ما اظن فيه اصوات. اوكي هذا شكل الجي او اي والمدري شو تسمونها من تو فيب انفنتوري صح. هذا اللافا والماي بعد تغير يب صار صافي كذي ما ادري كيف. تشيست اندر تشيست والانشانتمنت تيبل. هذا السيوف شكله حلو بعد فيب. وها سيف ستون وها سيف جولد وها سيف ايرون وهذا سيف دايموند فيب. اوكي خلينا نشوف شو ضا. اوكي السهم تغير شكله بعد ما ادري, تحس انه سام من هناك ما ادري كيف يا اخي السهم شكله غريب. هذا الفلنت المشروم ما تغير. البوشنات سنارة ما ادري كيف شكلها. البو بارتكلز خلى لونها اسود. اوكي ننتقل للدروع الحين. دايما بس تغير لونه الى الاحمر, ما صار في تغييرات خطيرة. يا اخي ليش 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 تبي ليش بلوك تيست. بسم الله. هذه الاشجار هالبلوكات طبعا هذا ما بيكون اكيد 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 مو بحق الاجهزه الضعيفه يعني. طبعا من الريسورس باك من من التكستشر كل شيء يبين. اوكي هذا شكل الصبح طبعا نفس ما تشوفون تحت كل غيوم حركات ما ادري حركات صح. في الليل غيوم ما ادري وين اقول. اي شنو هذا؟ اوكي ما حد شاف ما حد شاف. اوكي ما عليك ما عليك ما حد شاف. صبر وين وين ال دي. خلينا نشوف المطر. يا مطر يا مطر والله ما في شيء. اوه صح بيكاكسات تغير شكلها. بارتكل تيست بسم الله. طلعنا السيف اللي مطور. اوكي بارك فلس عادية. ونشوف الفود. طبعا ادري ان الريسورس باكات ما بتكون حلقات حماسية و و بصيح. او صح هاي يردوني صح. انا اقول شو السالفة ليش كل مرة يردني. بحط جلوستون. ما حد يشوف فضايح طبعا ابدا. ما في فضايح ابدا. اوكي اوكي ننتقل للفود. هذا شكل بشيل كل شيء متغير بدلال. اوكي طبعا البطاط شوي يتغير شكله. وهذا المطورة والجولدن ابل العادية والخبز والتفاح وبس. وطبعا ان شاء الله بتمنى ان عجبكم ريسورس باك. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. كان معكم محترف جيمز او سالم. يلا مع السلامه.